الخميس النهارده بصراحه شديده، يعني الواحد بيبقى حاسس انه زي اخر يوم امتحانات. هو كان اخر يوم امتحانات الثانويه العامه بالمناسبه، بس هو اخر يوم امتحانات بالنسبه لي النهارده. الحلقه اللي بكره نبدا معاها اجازه رسميه تستمر طوال شهر اغسطس. اول اجازه ناخدها من فتره طويله، من سنه بالظبط. شغلتنا شغلنا بتحتم علينا ان احنا نفضل على طول ان احنا نبقى بنعمل شغلنا. في راجل اعلامي مذيع، سيبكم كلمه اعلامي دي، راجل مذيع محترم قوي في امريكا زمان في الستينات والسبعينات، كان يقول لك ايه؟ كان يقول لك انه اخر شغلانه للمذيع انه يذيع، يعني دي اخر حاجه خالص يعملها. احنا بنقابلكم ايام معينه في الاسبوع صحيح، لكن بنبقى بنشتغل طول الاسبوع. هناخد اجازه عشان نقدر نستمر بعد كده بشكل كويس، يبقى عند ثقة حضراتكم، حضرتك وحضرتك يعني. فبس ناخد راحة كده، فاصل مؤقت كده، نرتاح، نشوف هنعمل ايه في المرحلة اللي جاية، نهدى شوية، ويعني ايه كمان نبقى خفاف عليكم، ترتاحهم مننا. شهر أغسطس برضو شهر ايه، مش بتاع أخبار كتير ولا بتاع أحداث كتير، وإن شاء الله لا يستلزم أي نوع من البريكنج نيوز أو الأخبار العاجلة والأحداث الكبيرة. إن شاء الله يعني كل الأمور تمشي كويسة، ويبقى شهر أغسطس كفاية علينا إن إحنا نتعامل مع الحر بس اللي مستمر معانا ده. فهو النهاردة آخر يوم بالنسبة لنا قبل الأجازة السنوية.